Well, hell, I just... No, Steve, that's for somebody else, baby. I'm here to prove every single thing I say. To get that piece of crap out of my ring. Come on. Talk about your Psalms. Talk about John 3:16. Austin 3:16 says I just whipped your ass. قبل ما نبدأ قصة واحد من أفضل الشخصيات في التاريخ، خلنا نرجع للـ WCW مع ستانينج ستيف أوستن. انضم للشركة في مايو 1991 وكان لمانجر باسم ليدي بلوسوم. فاز بلقب التلفزيون بسرعة كهيل من بوبي إيتن، طبعا بعد تدخل من المانجر وتثبيت سريع. الفنش هذا نشوفه حتى الآن، يعني الشركة شافوا نجم ممكن ينجح في المستقبل. بعدين انضم مع بول هيمن في فريق الدينجرس ألاينس، ما نجح على طول لأنه خسر اللقب ضد باري ويندم في نزال 2 out of 3 falls match، ولكن رجع بعد فترة بتدخل من بول هيمن. نشوف النزال، ستيف ياخذ اللقب يستعمله من غير ما الحكم يشوف ويفوز النزال. المهم خسر اللقب ضد ريكي ستيمبوت في كلاش اوف ذا تشامبيونز 20، النزال جميل جدا روحوا شوفوه. حاول يثبت ورجله على الحبل بس الحكم شافه، بايل درايفر لفه فوق تحت والثاني رجعه مكانه، نزل ولكن يفك العد، فر من فوق الجبال مع البوكس في البطن. ريكي نزل تحت الحلبة لأن المباراة بدون قوانين، ظهر من طرف الثاني بكروس بادي والفوز باللقب. ريكي من المصارعين الأندر ريتد وادري المشجعين يعرفونه، ولكن عظمة الرجل هذا كانت في الحلبة. استمتع في كل نزالاته خصوصا سلسلته مع ريك فلير الأسطورية. بعدها تفكك فريق الدينجرس ألاينس وستيف شارك في الجي 1، نعم في نيو جابان، لسنة 1992. فاز على آرن أندرسون وخسر ضد كيجي موتو، يعني شفت منه مستوى في النزال هذا صراحة تقول مصارع ثاني بشغل ممتاز. المهم بداية النجاح كانت مع فريق الهوليوود بلونز مع براين بيلمن جونيور، فاز بلقب الولايات. بعدين التاك تيمز الكل شافهم كنجوم المستقبل مع كاريزما اسلوب في الحلبة وشخصيات، ولكن براين بيلمن انصاب اللي خرب كل الخطط. عادة نشوف الموضوع هذا مع التاك تيمز، ان النجم الثاني يتأثر بسبب صاحبه. كمل كميت كاردر في 94 كان مع لقب الولايات والمفروض ينافس ريكي ستيمبوت، ولكن صاحبنا الثاني مصاب منحوس الرجل هذا، فشارك بداله جيم داغن اللي فاز عليه في ثواني. هذه بداية النهاية. حاول يتناقش كم فكرة مع إريك بيشوف انه يكون في قصة مع هولك هوغن على اساس قريبة لانه يتشابهون، ولكن بيشوف رفض. يقول هوغن ما يبغي يشتغل مع ستيف لانه ما يشوفه اسم كبير في الروستر. حلوة. فرجع نيو جابان وشارك في كذا مباراة تاك تيمز، ولكن جت له اصابة في الترايسبس وهو يتعالج. وصل له خبر على التليفون انه تسرح من WCW لان بيشوف ما شافه نجم ناجح. هني بول هيمن اللي اشتغل معاه قبل وقتها كون اتحاد ECW وقال له شوف شو رايك تظهر معاي تقدم بروموهات في العروض الين ما تتعافى من اصابتك، على الاقل تصنع فلوس. هي $500 على كل ظهور بس فلوس، يعني استمتع فيهم. ستيف وافق وسمى نفسه سوبر ستار ستيف أوستن. روحوا شوفوا البروموهات يا شباب جميلة جدا، قاعد يسفل في بيشوف داستي رودز، يعني ما خلى حد حتى تنكر كهولك هوغن. ستيف في كذا لقاء بعدين مدح بول هيمن بأن الشخص هذا علمه كيف يتقن البروموهات. نعم، وشارك في كذا مباراة في ECW منها نزال فردي مع مايكي ويبراك وهم ثلاثية مع ويبراك وساندمان، كان ناجح بالشخصية لدرجة بول هيمن بغي يخليه حامل لقب العالم، ولكن ستيف رفض، شاف بينجح أكثر لو كان هيل ويلاحق اللقب. والفترة هذه جيم روس وكيفن ناش أقنعوا فينس مكمان أنه ينضم معاهم، وفعلا دخل عالم WWE عن طريق تيد دبياسي ولقب المليون دولار تشامبيونشيب بجيمك الرينج ماستر. سلم اللقب بلوك مختلف، قدم برومو لا بأس وتحسه متحسن من أيامه في WCW. فاز على مات هاردي ديبيو، النزال كان سريع وشارك في الرويال رامبل 96، كان المفروض يكون في الفاينل فور، نعم آخر أربع نجوم في المباراة، ولكن فاتو أو ريكيشي عمل كلوز لاين والحبيب اتزحلق وخرج برا المباراة. يما قولكم منحوس. And I was gonna be like the number four guy left, you know, at the end of the Royal Rumble. Fatu Jr. Rikishi, he's gonna close line me over the top. He hit me so hard with that damn close line, it was zip zip zip. There I am laying on the floor outside of the ring. Yeah. I had effed up to the maximum degree you can. آخر أربعة كان البريتش بولدوغ كاما. Come aboard the. شون مايكلز وديزل، وشون فاز بعد سويت تشن ميوزك على ديزل. صراحة المباراة كانت لا بأس، أقدر أقول جيدة، وستيف قدم عداوة جميلة مع سافيو فيجا لدرجة فينس مكمان
لاحظ ان المفروض يكون اكثر من ميد كاردر. فنوصل لكينج اوف ذا رينج في 96، فاز على بوب هولي، سافيو فيجا ومارك ميرو في البيبر فيو. في النزال هذا جت له اصابه على الشفايف، بس خلص المباراه بستنر وتشوفون الدم ينزل بقوه، فراح المستشفى. ونفس الوقت جيك ذا سنيك روبرتس كان ينافس فيدر وقدم برومو ديني. نقدر نقول The tournament style pay-per-view called King of the Ring. In the first match of that night, I was wrestling Mark Merrill. He did this kind of fancy move, and he ended up kicking me in my mouth and split my top lip wide open. Well, they'd take me to the hospital to get stitched up. Jake Roberts, and he had kind of mentioned, you know, that he needed God to help him through this. It's kind of a religious-based promo. And Michael Hayes comes up to me, and he goes, hey, I just want to let you know, when you were gone, Jake cut a promo on you. I said, well, what'd he say? And he kind of told me words to the effect of what he said. And I said, oh, as soon as he said that, Austin 316 popped into my mind. فهو راجع من المستشفى، مايكل بي هيز قال له شوف، جيك قال الجملة هذه وانت المفروض ترد عليه بعد المباراة، وجت في باله فكرة أوستن 316. And that's the bottom line, because Stone Cold said so. نعم، في لحظة فكر بالموضوع هذا قبل النهائي. جيك فاز على فيدر بالديسكواليفيكيشن عشان يحمون الحبيب، وهاجم العود بعد المباراة. ستيف استغل الوضع وهاجمه من البداية، ركز على خصره وكان الإصابة، وغوريلا مانسون وصل قال له وقف خلاص انهي المباراة، بس جيك رفض، يقول لا لازم يكمل. وفعلا بدأ الهجوم بالبكوسات وجهز الدي دي تي، بس ستيف وقفه، دمر خصره بطنه كل مكان في جسمه مع ستنر للفوز. ونسمع برومو الاسطوري من واحد من افضل النجوم في التاريخ. It's to get that piece of crap out of my ring. Come on. Talk about your psalms, talk about John 3:16. Austin 3:16 says I just whipped your ass. نعم، برومو لا ينسى في تاريخ المجال مع نجم كان سبب رئيسي لفوز WWF على WCW ايام الماندي نايت وور. يا عمي، تيشيرت اوستن 316 في قمه المبيعات حتى الان، تاريخي. بعد فتره ستيف اوستن بدا يتكلم عن بريت هارت وخسائره ضد شون مايكلز في البروموهات. اخيرا بريت وافق على النزال في سرفايف السيريز. بس قبل ما ننتقل للبيبر فيو، شفنا سيجمنت تاريخي بين براين بيلمان وستيف اوستن، اولها في اواخر اكتوبر. ستيف زعل من براين يوم استانس بعد قبول بريت هارت المباراه ويشجعه وقت الدخله، لأنه فرحت لانك بتقدم مباراه كبيره في ماديسون سكوير جاردن. وستيف اكد انه بيدمر بريت، وهاجم بيلمان المصاب وكسر رجله اكثر. بعد اسبوع نروح لبيت بيلمان، المعلق كيفن كيلي قال اللقاء اليوم بيكون مع براين وزوجته، ولكن ستيف اوستن هدد انه بيتواجد في البيت. ونشوف بيلمان فعلا مصاب، يقول قدم عداوات كثيرة في المجال، بس في فرق بين البزنس والحياة الواقعية. نسمع من فينس يقول ستيف متواجد حوالين البيت، والثاني رد لا، أنا أعرف قوة الرجل وضعفه، اعتبر أوستن إنسان ميت لو شافني مع السلاح هذا ولا مسدس. نعم، في يد الحبيب، كمون مان. اللقطة هذه عملت ضجة كبيرة وقتها في الإعلام، لأن أيامها الكثير شاف المصارعة يعني شيء حقيقي مش تمثيل. وبنظر النقاد يقولون السيجمنت هذا كانت البداية للدبليو دبليو اي يكونون منتج للكبار أكثر من الأطفال. ستيف هاجم السيكوريتي برا البيت، دمرهم على السيارة، فرز باله دخلهم في الجراج وصك باب السيارة على راس واحد منهم. مسكين حاول يدخل البيت بس الباب مقفول. نروح داخل ونشوف ليون بيلمان كينيدي مجهز الفرد، وستيف كسر الزجاج، فتح الباب غصب، دخل البيت ويخترب البث. نرجع ولا السيكوريتي مع براين، وما عرفنا إذا ستيف مات أو لا. طبعا ما مات، رجع مرة ثانية وقال له اذبحني إذا أنت رجل صلب وقوي مع البايسبس، بس أنت الثاني. وينتهي السيجمنت. نروح لسرفايف السيريس مع أوستن 316 ضد بريت هارت في ماديسون سكوير جاردن. العرض سولد أوت، والكل منتظر النزال هذا على أحر من الجمر، من نجمين مبدعين في الحلبة، بريت تكنيكال من طراز عالي، وأوستن يعرف يقدم قصة في المباريات، والشغل جميل جدا بقصة الكل يتكلم عنه. فكروا بالموضوع، ستيف المفروض ما ينجح في مسيرته، يعني ما قدم الكثير في WCW، والإدارة ضده، قدم بروموهات في ECW مع بعض المباريات، وصل WWE بجيمك الرينج ماستر. مع ذلك لقى نفسه بفرصة واحدة بس، الشركة قالت فوز في King of the Ring. هو في لحظته فكر بالبرومو، قال الجملة اللي كل يتذكرها حتى الآن. فمرات نشوف المصارعين بنجاحهم ولا نفهم معاناتهم أو طريقهم للقمة. سوبربلكس بريت دزة ونزل بإلبو دروب، نومه عند الجمهور، وكاتابولت بريت نام عند المعلقين، وراء إلبو دروب على طاولة المعلقين، وسوبربلكس من فوق الجبال. نشوف ستانر من ستيف، وبريت يفك العد،
والمليون دولار دريم سبمشن بردز نفسه على الزاوية وثبت للفوز. الفنش هذا نشوفه كثير في الأيام هذه. أخيرا شفناه في نزال كودي وغنثر. نعم أوستن خسر المباراة ولكن ما انتهى الموضوع. بعدها بريت خسر اللقب ضد سايكوسيد بعد تدخل من أوستن. وفي رسلمانيا 13 نشوف ريماتش بين الاثنين في نزال سبمشن مع الحكم كن شمروك. أشوفه من أجمل المباريات في تاريخ WWE. قبل المباراة ستيف خرب على اللقب لأنه مجنون. ضربوا بين الجمهور وكل مكان تشجيع من عالم آخر على كل حركة. ستيف دخل بريت في الستيبس وفلاينج ألبو وراها فيجر فور على عمود الزاوية. كسر رجله بالكرسي مثل ما عمل براين بيلمن ولكن أوستن قام وجلده أكثر من مرة. سمع الضربات. أوستن دخل عند المعلقين والحبيب ينزف كأنه موكس. كرسي على ركبته والثاني ضربه في كنز المدينة. سوبربلكس من فوق الجبال والدم في كل مكان. ورا شارب شوتر في لقطة أسطورية مع الدم على وجه ستيف أوستن. حاول قدر المستطاع بس ما قدر. أغمى عليه وبرت يفوز النزال الأسطوري هذا بقصة دراما دبل تيرن. برت بدأ شوي شوي يكون هيل وأوستن يتحول بيبي فيس لأن بريت هاجم ستيف بعد النزال إلين ما تدخل كن شمروك والكل يعمل بوز لبريت. طبعا مسيرة كبيرة لستيف أوستن خصوصا في WWE وأنا اليوم تكلمت عن بدايته. بعدها نزالات مع داروك وبعدين عداوته مع فينس مكمان. ممكن أعمل فيديو عنه، كتبوا لي في التعليقات لو أنتم مهتمين. بس لا تنسون اللايك اشتراك في القناة وتكتبون ملك الحبال. أشكر المنتسبين من بوعسكور 15 ركان 20 محمد نور ونقول ويلكم باك للحبيب روكي لو. نعم شكرا للدعم المستمر، فرحتني جدا بالعودة وإن شاء الله تستمر معانا. نعم تستمتع بالمحتوى وتشوفون مني فيديوهات في الأيام القادمة. بو هيا 123 كيد محمد كاكا محمد الوتار أحمد الحمود ماجد حور MV2 ودراغونوف Q8 ونقول أهلا وسهلا للعضو الجديد عبد الله علي، نورت القناة وأتمنى تستمتع بالمحتوى. الله يحفظكم ولا تنسون دائما أبدا بينكم 1